السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه اخواتي الغاليين؟ منورني وسعيد جدا بكل واحد بيعمل اشتراك في القناة وكل واحد بيعمل شير، بيبقى بالنسبة لي ببقى عارف قد ايه ان هو مقدر التعب بتاعنا، واللي بيعمل لايك كمان للفيديو بيدعمني اكتر وبيحسسني ان مجهودي ما بيروحش هباء. هتكلم النهاردة معاك عن موضوع تجهيز العشوش للموسم. انا بالفعل في بيضات علقتها خلاص، ولكن البيضه دي انا لسه هبدا اعلقها. انا بصوا الباب مقفول اهوت وما هياش ثابته، بصوا بتتمرجح ازاي، ما هياش ثابته، فهبدا اعلقها دلوقتي. وهقول لك على حاجه جميله كده تعملها جوه العش بتاعك، هي اسمها التبدير، تبدير البيضه من الداخل بحاجه تكون مضاده للفاش والحشرات. الطير او العصافير في الطبيعه متعوده ان هي تعمل حفر داخل الاخشاب وتبيض جواها، فالعش الخشب بالنسبه للعصفور بيبقى اسلم شيء، بما ان في دلوقتي طلع عشوش جديده بلاستيك وخامات تانية طالعه، وفي عشوش كمان طلعت صاج، فكل يوم والتاني هتسمع حاجات جديده. ولكن هو الطبيعي الرباني اللي العصفور متعود عليه كانه زي الطبيعه هو الخشب، فده بيبقى مناسب اكتر للعصفور من وجهه نظري، وده كحاجه طبيعيه حاجه ربانيه بالنسبه للعصفور. ولكن الخشب قدر الامكان ما هواش امان للعصفور. ليه؟ لان بيبدا يتكون جواه حشرات، الحشرات دي ممكن تاذي الطير بتاعنا، زي السوس اللي بيجي على الخشب، وزي الفاش والهاموش وبعض الفراشات. فعشان تحمي الطير بتاعك من حاجه زي كده، وبالاخص يمكن اكتر حاجه كلنا عارفينها وممكن نعاني منها، هو وجود حشرات او حشره الفاش. الفاش دوت عباره عن حشره صغيره كده خالص، يعني اقول لك ايه، شفت القلم الجاف، القلم اللي بنكتب بيه، تمام؟ القلم بقى دوت السن بتاع الابره بتاعته، شوف السن بتاع الكتابه بتاع اللي عامل زي الابره الرفيعه دي، الفشاية قدها كده، يمكن اصغر كمان منها، فحاجه صغيره خالص ما تبانش غير بالعين، يعني لازم تركز قوي كده تحت الميكروسكوب طبعا هتبقى باينه قوي. فلما بيكتروا بيبداوا يعملوا مشاكل. في نوعيات من الفاش اسمها الفاش الاحمر، الفاش الاحمر دوت بيمتص او بيتغذى على الدم بتاع العصفور، طبعا لو جه في حاله وجود زغليل بيمص الدم بتاع الزغلول، تلاقي الزغلول كده مصفوط ورفيع وللاسف بيموت، ما بيستحملش خلال كام يوم بسبب الفاش ده. فعشان نحمي الطيور بتاعتنا هنبدا نعمل حاجه كده ايه مطهره، بودره معايا هستخدمها هوريها لكم اهيت. البودره دي كلكم عارفينها او سمعتوا عنها، اسمها بودره السيفين. انا ما بستخدمهاش غير عند اول، يعني غير كل اول موسم، فلذلك هتلاقي العلبه بتاعتها مش ما بستخدمهاش ايديا، ما بجيش عليها غير كل فين وفين. البودره بتاعت السيفين ديت بودره ممتازه جدا، بتبدر بيها البياضه من الداخل على سبيل تعمل حمايه لعدم وجود حشرات الفاش والهاموش والحاجات دي كله. لما بيشم ريحتها ما بيقدرش يقعد جوه العش، ما بيتكسرش جواه، ولو حاجه جت او لو فيها حاجه ما بيقدروش ان هم يعيشوا جوه البياضه دي. من ناحيه، من ناحيه ثانيه البودره دي امنه على الطيور بتاعتك وامنه على الزغاليل، فما فيش اي خطوره على الطيور اللي انت بتربيها، وده يمكن اكتر حاجه الهوا بيدور عليها. هبدا دلوقتي اعلق العش بتاعي واوريكم ازاي بعمل ايه وكلام من ده، وازاي ابدر المكان بتاعي او البياضه بتاعتي. قبل ما اعلقها هبدا الاول ابدرها واحط عليها البودره بتاعتي اللي هي المطهره او المعقمه او اللي منعه للفاش. الفاش بيجي ازاي او بينتقل ازاي؟ بيجي من العدم. لو انت عندك النيش عندك في الاوضه في الشقه اللي انت فيها، اكيد عندكم نيش في الكلور اللي هو القديم ده، او درج اللي هو الكوميدينو، افتح درج الكوميدينو تحتيه كده هتبقى فيه ورقه او حاجه مامتك بتبقى حطاها او المدام بتاعتك او اختك او اي حد، هتلاقيها حاطط ورقه كده كده حاجه نظافه يعني او حاجه سلوفان، شيلها وبص في الزوايا اللي موجوده، هتلاقي عندك في بيتك فاش. الفاش ده موجود في كل بيت، هو عباره عن حشره صغيره كده دقيقه بتعيش ما بين ثنايا الخشب. فعلشان نحمي الطير بتاعنا من تواجد الفاش ده بنرش البودره بتاعتنا دي وهي امنه جدا. طيب ازاي؟ انا بجيب شويه الكيس بتاع اهوت عشان بس الكميه بتاعتي اعرف اوصل بسرعه لها. هفتح كده الكيس بتاعي، تمام اهو، تانيته شويه كده فتحته. هعمل بقى ايه؟ هفتح الباب الكبير ده، هبدر الاول من تحت الدرج وهو ده اللي يهمني. في ناس بتقول لك لا حط من فوق، يعني من فوق البياضه، البياضه بتاعت الانجليزي بيكون لها بابين زي ما انتم شايفين كده معايا. استنوا كده احاول اقرب الكاميرا شويه، بسم الله
اهيت. اوكي ركزوا بقى معايا، انزل الكاميرا شويه لتحت اهو. ايوه انزل 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 كمان كمان كمان. ايوه بس بس كده، اربط على كده يا باشا تمام او كده. بياض الانجليزي اللي انا بستخدمها لطيور الفلل او لكل الطيور اللي عندي بيكون لها بابين، باب فوق وباب من تحت. من جوه الباب دوت في عندك جزء اللي هو بتاع وضع البيض اللي هي البياضه. البياضه دي بتبقى عباره عن قطعه كده من الخشب، هنا في تقعر كده معمول النجار بيبقى عامله على سبيل يبقى ده المكان المتحدد اللي يتجمع جواه البيض. طيب هخلي ديت دلوقتي على جنب مش هستخدمها، هبدا بقى احط الاول البودره بتاعتي ازاي. تعال نحط دي كده على جنب دلوقتي ونبدا نبدر وبعد كده نخلص. هعمل ايه؟ هفتح البياضه بتاعتي اشيلها خالص، يفضل يعني الاحسن انك تشيلها استنى كده ما نخلعها تمام زي الفل. هعمل بقى ايه؟ اهيت انا بحاول اميل عشان اوريكم. طبعا الموضوع لو انا من غير تصوير هيبقى بالنسبه لي سهل، لكن عشان بس بحاول اوريكم الزاويه. هاجي كده واحط شويه بودره، شايفين كده معايا؟ حط شويه بودره اهوت، وبميل ايدي عشان البودره ما تقعش لبره تقع لجوه. بصوا كده لاحظوا انا حاطط قد ايه؟ حبه صغيرين على الطرف باينه لكم اهيت. وبعد كده هنفخ ببقي فيها. لما تيجي تنفخ ما تنفخش جامد عشان البودره ما تجيش في وشك. جميل؟ نفختي اللي انا عملتها دي خلت البودره تطير في كل انحاء البياضه من الداخل. كده انا بدرت البياضه بتاعتي. وبصوا لسه في حبه بودره موجودين كمان على الطرف اهمت مكان ما حطيت. لو انا لقيت ان في مكان ما هوش طايله ممكن ابدا ارش بايدي كمان شويه كده. بس انا بحب موضوع النفخ ده، على سبيل النفخ بيخلي البودره تيجي على جميع جدران البياضه من الداخل. بص كده ركزوا معايا البودره موجوده ازاي اهو، شايفين انا الزاويه كده جايه كويسه اهي تمام. ما بحطش كميه كبيره. جميل قوي، جميل كده. بعدها احط بقى الدرج بتاعي كده، المهمه بتاعتي خلاص تمت على خير. طيب لو انا حطيت بقى على البياضه نفسها من جوه على الخشب اللي فوق، هو كده دلوقتي بقى في عازل ما بين البودره اللي هي في الارضيه وبين الايه؟ وبين الدرج اللي انا حطيته اهو، لان كده البودره تحت. احط بقى من فوق، انا عن نفسي ما بحطش، بس هل لو حطيت يضر الطير؟ لا ما يضرش في اي حاجه، انا ممكن احطه قدامك اهوت عشان اوري لك الموضوع يعني ما فيش في اي خطوره. بس بحط حبه صغننين كده بس في الزوايا وخلاص على كده تمام. بعد كده بقى ببدا اركب العش بتاعي للطير بتاعي. بكده اكون بدرت البياضه بتاعتي وحميتها من وجود اي فاش او اي حشرات. اهم حاجه بقى بعد ما تخلص الكيس بتاعك تفرغ منه الهواء تماما. جميل، وترجع تحتفظ بيه داخل الايه؟ العبوه بتاعته. خد بالك بكرر لك اهو، ما تنفخش جامد وانت بتعمل البودره لان البودره بتطير جامد في الوش، فعشان ما تجيش في وشك وتخنقك. بعد ما تخلص بقى كده تبدا بقى تعلق البياضه بتاعتك طبعا، وتبدا بقى بعد كده ايه؟ انت كده طبعا انا معايا السلكتين اللي هم بتوع التعليق. انا قلت لكم قبل كده في فيديو فات ازاي نعلق البياضه، فمش عاوز بس ابقى ايه بقى عمال بعيد الكلام وخلاص. موضوع التعفير دوت او التبضير للبياضه دوت شيء مهم قوي. بودره السفين ديت بودره امنه، مفيش اي خطر منها على البياضه بتاعتنا ولا على الطير. انا شايل بس الاكلات عشان خاطر اوريكم يبقى العصفور واضح قدامك والطير بتاعنا واضح. هبدا بعد كده بقى اعلق البياضه بتاعتي واستنى بقى باذن الله يتم التوالف او يتم بقى الزوج يقوم بقى بعمليه الدخول جوه العش اللي هي بتستغرق في رينج من اسبوع لاسبوعين. الفرخ والرزق والانتاج ده كله رزق من ربنا سبحانه وتعالى، فمش عاوزك تكون مستعجل زي ما بشوف كده في التعليقات وفي اللايف شات اللي كان موجود معايا امبارح. لما كنا عاملين لايف شات امبارح على قناه زغلول المقاتل، فكان في ناس بتبقى مستعجله، طب الطير ما انتكش، طب ده بقى له عندنا اسبوعين شاريينه، طب ده اسبوعين اصلا انت ما لحقتش تعمل حاجه، ده لسه العصفور بس بياخد على المكان. فمش عاوزك تكون مستعجل، خد بالاسباب واحمي الطير بتاعك وقدم له التغذيه والرعايه المناسبه، واللي جاي بعد كده كله رزق من ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيرزقك باذن الله. كده انا عرفتك ازاي تبدر البياضه بتاعتك وانهي منتج الافضل. هو سفين ده من
من المنتجات الجميله جدا، واعتقد ما هوش غالي، الجرام منه ب2 جنيه تقريبا حاجه زي كده. العبوه اللي كانت معايا دي انا كنت جايبها بتقعد معايا كتير جدا، يعني هي معايا بقى لها سنه تقريبا او سنه وشويه حاجه زي كده، فامان جدا استخدامها وسعرها مش غالي، هتلاقيها عند جميع انواع المحلات البيطريه او اللي بيبيعوا مستلزمات ادويه بيطريه. هات لك كميه صغيره، ما تجيبش كيس كبير لان هو عباره عن كيس كبير سعره غالي قوي، مش فاكر الكيس كان بكام، بس انت اللي يهمك بس حاجه صغيره، يعني لو 30 40 جرام يكفوك سنه او على حسب بقى عدد الطير اللي موجود عندك. لو استفدت من الفيديو بقى يا سيدي، احنا كده خلصنا وصلنا للنهايه، بشكرك طبعا ان انت وصلت معايا لنهايه الفيديو. لو ليك اي سؤال او اي استفسار شرفني بالتعليق في الفيديو، وبشكرك على وقتك الجميل اللي انت قضيته معايا. ما تنساش بقى تشجعنا باللايك الجميل بتاعك وشير عشان غيرك كمان يستفاد. اسيبك على خير، السلام عليكم.